المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الملعب. سنسلط الأضواء في حلقة هذا اليوم على بطولة المحافظة للقوة البدنية التي تجري أحداثها على قاعة نادي الفتوة الرياضي بمشاركة عدة أندية من محافظة نينوى. من هم المدربون ومن هم اللاعبون ومن هم المشرفون على هذه الرياضة؟ كل هذه الفقرات تتابعونها مشاهدينا الكرام في حلقة هذا اليوم بعد الفاصل. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بمدرب المنتخب الوطني العراقي للقوة البدنية الكابتن بسمة فيصل. سلام بك. سلام استاذ جاسم. سعيدين جدا بتواجدك معنا في البرنامج، وانت مدرب للمنتخب الوطني العراقي للقوة البدنية، واليوم نظمتم بطولة مميزة بالقوة البدنية في محافظة نينوى. ما الغاية من إقامة هذه البطولة؟ أشكرك أستاذ جاسم وأشكر قناة الموصلية طبعاً الغراء. الحقيقة أستاذ جاسم، إحنا نظمنا البطولة، بطولة المحافظة للأندية، تقدر تقول تشجيعاً للعبة، لأن اللعبة كانت انتشرت القوة البدنية بصراحة يعني قوية بالموصل عامة وبالعراق عامة وبالبطولات الخارجية والآسيوية والبطولات العالم وبطولات العرب. فاحنا الحقيقة هذا نشاط من عندنا على مود نختار اللاعبين الجيدين اللي راح يمثلون محافظة نينوى في البطولات الجاية، بطولات العراق. هاي بطولة سنوية لو لا؟ احنا بطولة تنشيطية. لا احنا بطولة تنشيطية بصراحة. احنا كل سنة يعني مشكور رئيس الاتحاد محمد صلاح خزعل، ومشكور المدرب المحافظة بلال خليل يونس، يعني تعاونهم معاي الناس جيد جدا صراحة. هاي السنة عملنا ثلاث بطولات. نعم، ثلاث بطولات عملنا. جيد. بطولة كانت بالمنتدى الحدباء مع الأستاذ رعد شكر. الأندية المشاركة بالبطولة؟ الأندية تقريبا عندنا ست أندية هسه مشاركة. نعم، ست أندية مشاركة بهاي البطولة. نعم، واللاعبين يعني أكثر من 70 لاعب. جيد. يعني البطولة الأندية المشاركة عندهم بنية تحتية، قاعات و... لا ما عندهم. أيضاً يعانون من هذا الموضوع. أيضاً يعانون يعني من هذا الموضوع. فقط نادي الفتوة أعتقد. فقط نادي الفتوة يعني إحنا. أعتقد المستقبل أيضاً عندهم. المستقبل مشرق أيضاً عنده. إحنا الحقيقة تعرف نادي الفتوة نادينا، يعني إحنا ممكن رباعين. نادي الأم. نادي الأم، وإحنا ممكن رباعين كنا نمثل نادي الفتوة. نعم. فمشكورين يعني بالتعاون معاهم. لو أسألك شنو الاختلاف بين القوة البدنية ورفع الأثقال؟ يعني أنت المشاهد يا رب. والله رفع الأثقال هي اللعبة الـ 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 الأم. بس القوة البدنية يعني تكون مكملة للرفع الأثقال. يعني إحنا ممكن رباعين ونلعب رفع أثقال، ممكن نخلص التمرين النتر والخطب ناخذ دبني. ناخذ تقبيل سحب. بس كنا البنج بريس ما ناخذ. فالقوة البدنية بيها ثلاث فعاليات، هي السكوات الدبني. نعم. والبنج بريس النائم صدر، والتقبيل السحب. نعم. والأوزان. الأوزان بيها أوزان، وزن 53، وزن 59، وزن 66، وزن 74، وزن 83، وزن 93، وزن 105، 120 زائد. نعم جيد. يعني أنت كمدرب منتخب وطني، من خلال إشرافك على هذه البطولة، وجدت خامات ممكن ان تستقطبهم مستقبلا للمنتخب الوطني العراقي؟ ايه طبعا. نعم اكتشفت؟ ايه طبعا. بصراحه استاذ جاسم احنا نركز على الناشئين والشباب، ولو متقدمين ما بيهم قصره، بس احنا قاعده للعبه نركز عليهم، لان هم هذول المستقبل بيها. مثل ما تقول، مثل ما خرجنا قبل ابطال، نقدر نخرج الساعه ابطال ان شاء الله.
يعني اللي تكتشفهم كنت تستدعيهم للمنتخب الوطني العراقي؟ اي طبعا ينزلون بطولة عراق ومن ثم ينسحبون للمنتخب الوطني. من يطلع اول على العراق ينسحب منتخب وطني. من انسحب من طلع اول على العراق ترشح للبطولات الخارجية. جيد. رأسا. خلي شوية نتحدث عن المنتخب الوطني العراقي. انت كمدرب المنتخب الوطني العراقي ابرز مشاركاتكم يعني. والله احنا عندنا كثير مشاركات يعني ابرزها عندنا بطولة العالم اللي صارت برومانيا. نعم. ايه عندنا لاعبين احرزوا المراكز الاول والثاني على العالم برومانيا. عندنا بطولات اسيا. نعم. عدة بطولات يعني بطولات اسيا باليابان بطولة اسيا وبالصين وبالهند وبايران. عدة بطولات صارت عندنا بطولات اسيا. عندنا لاعبين من المنتخب الوطني محافظة نينوى. اي نعم عندنا. كم عدد الايام الجمهور؟ والله عندنا احنا انا كلهم استاذ جاسم دربتهم بالقوة البدنية يعني من 2003. نعم. احنا من 2003 شكلنا الاتحاد مال القوة البدنية اول من شكلناه. وحيل تعبت معاهم الرياضيين يعني دربتهم. اول لاعب كان عندنا طه محمد شاكر. مشترك بطولة آسيا. أحمد شاب حسين بطل آسيا. محمد إسماعيل بطل آسيا. عبد الحسيب بسمان بطل آسيا. كلهم أحمد محمد عبد الجبار بطل آسيا. عدي عز الدين بطل دولي. عمر محمد عمر بطل دولي. صلاح محمد جرجيز بطل عرب. محمد أحمد محمود بطل دولي. كلهم أبطال عندنا دوليين أبطال عراق. يعني أنتم ما شاء الله إنجازاتكم يعني ما تقل عن انجازات رفع الاثقال يعني المحافظه. لا طبعا بالمحافظه القوى البدنيه احنا احسن ولو انه يصفني هذا الشيء لان الاثقال بالموصل يعني ان شاء الله اكو ناس خيرين ان شاء الله اكو ناس خيرين يشتغلون ان شاء الله نتامل بها خير لان هي تعرف الاثقال لعبتنا هاي. نعم. نتالم من نشوفها. لا. يعني حدث عن سيرتك انت شخصيا يعني الان يعني اشرافك على المنتخب الوطني العراقي يعني اكو عندك لاعبين من محافظات اخرى مشرف عليهم فقط من اي نعم نعم احنا نعم. كل بطوله تصير وكل بطوله تصير خارجيه يترشح من عندنا مدربين من منتخب وطني. نعم. مثل من الموصل يترشح من ابو البصره ابو ديالى ابو كركوك ابو بغداد. يعني انت ولاعبينك ترشحوا له؟ لا اللاعبين اللي يجيبون نتيجة اللي يطلعوا الاستاذ جاسم مدربهم وياهم ومدربهم وياهم. جيد مثل العاب القوة يعني. نفس الشيء. نعم. مدرب مالهم وياهم ومرات هم لا يعني يستدعون المنتخب الوطني يستدعونه يعني الاتحاد المركزي في بطولات الخارجية مشاركة. بس ما انت كمدرب منتخب وطني العراقي وما شاء الله خبرة طويلة يعني ما عندكم مبادرة لإقامة دورات تدريبية مثلاً تحكيمية لتخريج مثلاً مدربين أو حكام وإلى آخره؟ والله إحنا عدنا إن شاء الله هسه يعني. نعم. بالجديد عدنا لأن إحنا تعرف رئيس اتحادنا هسه اللي هو عيبادر بهاي الشغلة. نعم. فلازم راح نسوي دورات تدريبية وتحكيمية تخص يعني. يعني بس محافظة نينوى فقط. جيد. نريد. نعم. نسوي المحافظة نينوى اريد شويه العالم تعرفها للعبه زين تعرف تحكيمها تعرف التدريب ماله ولو هي اللعبه منتشره. نعم. اي ولو احنا يعني بوقت فتره داعش وقفنا الكل توقفت عن النشاطات والشغلات ولكن عندنا ابطال يعني بالموصل عندنا مدربين جيدين عندنا حكام جيدين هسه دخلناهم دوره زينين حكام صايرين هسه عندنا الحمد لله. بس ما يعني اكو كل الرياضات اكو محاولات لتاسيس مدارس تخصصيه انتم كقوه بدنيه ليش ما تاسستم مدرسه تخصصيه حتى يكون عندكم مثلا دعم مالي مستقر حتى ايضا الوزاره تهتم بكم؟ والله استاذ جاسم يعني هذا سؤالك هو السؤال بصراحه احنا القوه البدنيه يعني ما تخصصونا لان هي لعبه غير اولمبيه غير أولمبية. نعم. ولكن إذا تقيس النتائج اللي عندنا يعني عندنا رياضيين طالعين أول على العالم. نعم. نتائجكم ما شاء الله مميزة يعني وأنتم كخبراتهم موجودين إذا تأسسوكم مدرسة تخصصية ترتبط بوزارة الشباب والرياضة ممكن أن يدعموكم. ممكن كلش ممكن. نعم. ولكن
ونقول هي هاي ولكن استاذ. نعم. وهسه حاليا معاناتكم الماديه مستمره. ما عندنا احنا اي دعم، ما عندنا من اي جهه، ما عندنا دعم. نعم. ما عندنا دعم، واحنا ما نطلب بصراحه من دعم، لان احنا حضرتك نشوف اللقاءات ونشوف اي الفرق تطلع تطلب دعم وتطلب دعم، ما انتم من يلبي ومن ومن يقول لهم يعني ومن ينطي ومن يصرف، ماكو دعم نهائيا للرياضه بالموصل، ماكو. كل الرياضات كل الرياضات نفس المعاناه. نعم هي كل، لان احنا نشوف اللقاءات مالكم كل من يطلع ينادي ويناشد فاحنا ما نناشد احسن. نعم. لو نتحدث شوية عن البنى التحتية والتجهيزات الرياضية خاصة يعني تحتاج إلى أثقال وإلى يعني هذه منين تجيبوها؟ يعني؟ كلها هاي من عندنا احنا، تموين ذاتي. تموين ذاتي. كلها من عندنا، ما حد أبد، لا عندنا مركز تدريب، لا عندنا تجهيزات، لا عندنا، كل احنا تموين ذاتي من عندنا. يعني انت تصور استاذ احنا كلها تموين ذاتي ومن عندنا والصرف وكلها، وكل هاي النتائج الحلوه عنجيب. نعم. عنجيب النتائج الجيده. حتى القاعات يعني لو مو نادي الفتوة اعتقد ما عندنا. ما عندنا ما نادي الفتوة انا بسبب بطوله، وهاي ذاك المره بالمنتدى الشباب. يعني المفروض المنتدى الحباب. اتحاد القوة البدنية، المفروض اتحاد القوة البدنية يعني يكون عندهم مثلا بناية خاصة بهم، قاعات خاصة بهم، طالما عندكم أبطال دوليين وأبطال آسيويين. عندنا أبطال دوليين وأبطال آسيويين، وما عندنا أي حتى قاعة، ما عندنا. اللاعبين كلهم خطية يتدربون بالقاعات، وعندنا أستاذ محمد صلاح رئيس اتحادنا، هو عنده قاعة منطقة حي الجزائر، هو كان سواها مركز تدريبي، وأستاذ بلالي مدرب محافظة يتواجد معاه، وإحنا نتواجد هناك مع اللاعبين. والقاعات الباقي يتدربون بها اللاعبين، وقت اللي يصير اختبار نجيبهم كلهم، وقت اللي يصير بطولة نجيبهم. بطولات بطولة العراق تصير، بطولة أندية ما عندنا أي دعم. ماكو أي دعم. ماكو، إلا بطولة المنتخبات محافظات نشترك على على الاتحاد المركزي. أنتم أسستم قاعدة لهذه الرياضة، أسستم يعني، والدليل أن عندكم مختلف الفئات العمرية متواجدين الان بهاي القاعه، يعني هذا الدليل على يعني عملكم الصحيح، جديتكم في العمل. نعم استاذ، عندنا خامات هسه، انت مثل ما تشوف خامات، عندنا ناشئين وشباب، يعني هذول شويه اهتمام ودعم ورواتب. يعني انا استغرب عندي بغداد يعني يطلعوا له للاعب من جوه الارض فلوس، وانديه الموصل سبحان الله. زين هسه تسافرون وتروحون لبغداد، هاي السفر كله كل على كله على حسابنا. يعني انتم فقط من اجل المحافظه تشتغلون؟ اي نعم. والحب اللعبه، الحب الرياضه. نعم. ايه يعني حبنا بالرياضه باللعبه، ولا ايش مستفادين من اللعبه انا؟ نعم. ما مستفادين. لو اسالك على الصعيد الشخصي، حققت كل طموحاتك؟ لو عندك بعد طموحات اخرى في طور الامنيات؟ ايه والله انا بصراحه استاذ جاسم، أنا مثلت العراق وصعدت منتخب وطني برفع الأثقال وبطل دولي، ولكن كان عندي بعد وبعد، ولكن الظروف كانت قاسية معايا، وأنا من صعدت منتخب صعدت بوقت الحصار، وما حد دعمني بالرياضة، ما حد دعمني، بس حبك لله يعني، بس كان جمال أخويا جمال فيصل أوجه له تحية، جمال أخويا بطل آسيا هو اللي جابني على الرياضة ما رفع الأثقال، هو اللي مثل ما يقول دعمني باللعبة، ولكن بعدين هم رأساً قال لي وقف، لأن الرياضة تعبانة وما تفيد، وتعرف إحنا وقت حصار وظروف، ورغم هذا أنا صعدت منتخب وبطل دولي ودورة عربية وأندية عربية وبطولة دولية أول. أسألك أيضاً عن الصفات اللي لازم تتوفر بلاعب القوة البدنية، شنو المميزات؟ المميزات اللي هو أهم شيء البنية ماله تكون قوية، بنية جسمه تكون قوية. نعم. المواصفات اللي عنده أهم نقطة هاي. نعم. لأن أكو أستاذ الجينات تلعب دور، يعني مثلا تشوف لاعب تقول أنت تلعب حديد يقول لك لا، ولكن جسمه هو، فهاي الجينات تلعب دور. وأهم نقطة حالته المادية. تغذية. لأن إذا حالته المادية ما زينة ما يصير، لأن هاي إرادة لمصرف، إرادة لتغذية، إرادة لمكملات غذائية، إرادة لتمرينها قوي. نعم. هي قوة البدنية. نعم تمام.
تمرينه قوي يصير كلش. بكلمة أخيرة قبل ما أختم الحديث وياك، كلمة توجهها إلى محبين القوة البدنية، شو تقول لهم؟ والله أنا أوجه، أنا اللاعبين كلهم ما أعتبرهم إلا أولادي، وأنا كلهم كنت تعبت معاهم حيل، وأريدهم يستمرون باللعبة، وأريدهم يتمرنون رغم الظروف اللي عصادفهم، لأن أريدهم يطلع أول العراق ويسافر بطولة آسيا، ما دام أكو من يطلع أول على آسيا أو ثاني أو ثالث ينحسب له راتب والرواد وقطعة أرض، فهاي تشجعوا بأن يتمرن، وأنا أدعوهم لأن يتمرنون ويلتزمون باللعبة ويسمعون كلامه. نعم ويصلون ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق الاستاذ بسمان فيصل مدرب المنتخب الوطني العراقي للقوى البدنيه. شكرا جزيلا لك. اشكرك جدا، جزيل الشكر لك استاذ والكادر الجيد لقناه الموصليه. شكرا لكم. شكرا جزيلا استاذ. معي مشاهدينا الكرام بمدرب منتخب محافظة نينوى للقوى البدنية الكابتن بلال خليل. أهلا وسهلا بك كابتن بلال. كابتن بلال نتحدث من الأخير عن هاي البطولة. نعم. ما مدى أهمية هاي البطولة بالنسبة لرياضة القوى البدنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهمية هاي البطولة نختار منها عناصر جيدة لتمثيل المحافظة في بطولة العراق في الشهر الثاني المقبل إن شاء الله. نعم. يعني هذا اختيار منتخب المحافظة. نختار منتخب محافظة. بها فئات عمرية مختلفة يعني. الفئات العمرية اللي بيها ناشئين شباب متقدمين. أنت تركيزكم على أي فئة؟ أكثر شيء نحن حاليا نركز على فئة الناشئين والشباب. نعم جيد. الناشئين والشباب عندنا ناشئين بعد أهم من الشباب. لكودن عمر يعني متقدم لهم ومستقبلهم يعني زاهد ان شاء الله، انجازاتهم قويه تصير، ونحن نتعب عليهم بالتدريب والملاحظات والاداريات، يطلع بطل جيد، حامه جيده جدا ان شاء الله. زين كابتن بلال شلون استقطبتوه هذول المجموعه الكبيره؟ والله استقطابنا نحن ككوني انا مدرب محافظه نينوى وبسمان فيصل مدرب منتخب وطني ومحمد صلاح رئيس اتحاد، نفتر على القاعات وعلى الأندية، نفتر على المناطق اللي مخصصة فيها القاعات الأهلية، نختار اللواعيب اللي تفيدنا لنا بهاي الرياضة. نعم يعني أنتوا تفترون يعني. نحن نختار، نحن بثنا الاختيار اللاعب يجي خام، نحن نعطيه بعض التعليمات، بعض التكنيك، نعطيه تكنيك خاص سواء بالدبني بالسحب بالبنج، نعطيه بعض الأسلوب بحيث هو يتطور بيه اللعبة ما يظل على نفس مستواه. نعم زين شنو مواصفات اللاعب اللي تشوف انت تقول هذا ممكن يصير بطل؟ المواصفات تعتمد على جسم البنية، يعني جسم بنية، واللاعب هو خامة، هو يجي سبحان الله بكاريزما. نعم. اللاعب بكاريزما خاصة يجيك، بس انت شنو عليك؟ انت مجرد تصنعه بطل. نعم. يعني يجيك خام تسخن موهبته، تسخن موهبته نستخدمه نصنعه كبطل نتنافس به. مرات عندنا ثلاثة أربعة جو يعني جسمتهم يعني شوي يعني ما ذاك البطل اللي ينتج، تعبنا عليهم هسه صار أبطال آسيا، خمسة عندنا هسه أبطال آسيا. زين وين تتدربوا؟ والله نتدرب قاعات أهلية. قاعات أهلية؟ أي والله. يعني اللاعب يدفع اشتراك. والله معاناة يعني حيل نتعب فيها. نعم. يعني اللاعب يجي فوق التعب ماله يدفع اشتراك. زين كم وحدة تدريبية بالأسبوع؟ كم وحدة تدريبية؟ الوحدة التدريبية بالأسبوع من عدل الثلاثاء والجمعة، جلسة واحدة باليوم. جلسة واحدة باليوم. نعم. نعم. وهي مستمرة يعني يعني اللاعب على حسابه يجي. على حسابه نعم، يعني حتى نحن نروح بطولات مثل المحافظة، محافظة نينوى تستاهل، محافظة نينوى عزيزة علينا. أكيد نعم. يعني عندنا أبطال شاركوا وسافروا على حسابهم من جيبهم الخاص. بطولة العراق وبطولة آسيا وبطولة العرب. زين انت راتبك ايش قد المنتخب؟ والله دينار ما استلم. دينار ما استلم. نعم. والله حبا حبا لمحافظة نينوى وللرياضة اتعب وادفع من جيبي في سبيل انجح هاي الرياضة بنينوى. نعم جيد. يعني
قلت له بان اسبوعيا اكو تمارين وعلى حسابه يعني هاي اكيد قاعات اهلي هذه تحتاج الى مبالغ اي نعم نعم اللاعب النقل يعني ورايح. يعني انا بالنسبه لي الله يعني الله يساعد اللاعب يعني اقولها امانه حتى تطلع من جيبي يعني اللاعب الله يساعده هم فوق ما يتمرن يتعب هم يطي من جيبه نعم بس هي هوايه حب الرياضه سبحان الله بدمنا زين نتحدث عن مشاركاتكم كمنتخب محافظه بينوا والله منتخب محافظه منتخب عريق وجيد جدا نعم الله وكيل ما كودنا انا مدرب محافظه شاركنا بطوله شاركنا بطوله الانديه وشاركنا بطوله العراق نعم على ضوها يختار المنتخب الوطني من الموصل عندنا كان بطوله العالم صارت اختاروا بطل عدي عز الدين نعم من الموصل من الموصل من بعدها بعدين صارت بطوله اسيا بالهند راح رمضان واحمد الشاب وبسمان فيصل اللي هو حاليا مدرب منتخب وطني شارك بسمان فيصل فئه الماستر احرز المرتب الاول واحمد الشاب كان بقطع احرز المرتب الثالث ورمضان احرز المرتب الاول انت ضمن المنتخب المحافظ اكو لاعبين مهيئين يدخلون يعني او ينسحبون لك الى منتخب الوطن العراقي اي اوكي انا اتحدث واني مسؤول اذا تهيئنا نحن الدعم المادي والدعم المعنوي من المسؤولين الرياضه والمحافظه والبرلمان يعني ان انت انا اعطيك تعهد بان عندنا ابطال ينزلون حتى بطوله عالم من عدا بطوله اسيا اكو بطوله قريبه شهر ثاني الثاني. إيه بس المحافظة ما حددوها بطولة محافظات نعم وليس أندية محافظات لأن على ضوها يختاروا منتخب وطني يشاركوا بطولة آسيا المقبلة أعتقد بسيول جيد يعني أكو أمل أن يشارك بطولة العالم في عالم إيه أكو يعني هي يختارون لاعب الاتحاد المركزي يقيم بطولة يختار بها المحافظات نعم. المحافظات شو تسوي في الحالة؟ تجيب اللاعب الاتحاد المركزي يختار شباب ناشئين متقدمين من كل وزن لاعب الاتحاد المركزي من يختارون منتخب ويشاركون على حساب الاتحاد المركزي؟ لا بعض هاي حسب تتبع الاتحاد اذا الاتحاد عنده صرفيات على حساب الاتحاد واللي الاتحاد ما عنده صرفيات يظل على حساب اللاعب هم اللاعب على حساب هم اللاعب ما عاد اقول لك اللاعب مضمون بيه لاعب بطولة نعم وبيه انجازات هو يريد يمثل بلده وعلى حسابه يمثل بلده وبيه انجازات نعم يعني انا لو سمحوا لي الفرصه كان مثل العراق بطوله العرب باخذ ميداليه ذهبيه لو برونزيه بس من اجل الماده ما حد انطاني نعم فعلا يعني انزل ماستر انا حق لي انزل ماستر امثل العراق بس سبحان الله ما عندي ما حد انطاني نعم ماكو واحد جاء قال لي خذ انطيك حتى تنزل بطوله يعني على حساب اللاعب والله ما يعني ما يهلي نفسي انا اروح على احد اقول لهم طيب اذا ما نزمت نفسي الناس تدعمنا مسؤولين يعني نحن امنا بالمسؤولين لان هم واجهه المحافظه من يجي يدعمك معنويا وماديا اي لاعب من يجي نايم بالبرلمان لينوا ما شاء الله كثار هم الله يعطيهم الصحه والعافيه ومحافظ نينوا يعني الله يزيد وينطيه لو يجي على كل لاعب يعطيه اربع خمس ورقات يجمعوا له ويخلوه يشارك بطوله اسيا وبطوله العرب فخر للمحافظه. اكيد يعني هسه هاي البطوله اللي مشاركين بها اكثر من 70 شاب مشاركين نعم. ولا مسؤول جاء على الاقل دخل الله وكيل انت حضرت والكادر حضر وسالتوا علينا ولا مسؤول ما جانا. بعثوا لهم دعوات وما جت اعتقد بعد يعرفون هم لان اكثر من مره عانينا وسالنا وسوينا لقاءات ما حد جانا. يعني في يوم من الايام شاركنا ببطوله عراق من بعد فتره داعش احكي لك شاركنا كان ينتفض في داعش القطاع ماكو بطولات شاركنا بطوله العراق صارت بالحله 55 نادي اكثر من 250 لاعب يعني توقع الموصل ايش طلعت ثانيا العراق واختار بيها لاعب عبد الحسين احمد عبد الجبار اختار بيها مثل العراق باسيا نعم. اللي صارت بيران انجاز هذا الحافظ. انجاز وصار لاعب منتخب وطني هو محمد اسماعيل من قياره نعم اثنينهم نزلوا بطوله اسيا اثنينهم اوائل وثاني لو تحدث عنك كمدرب انت نعم اكو يعني تدخل مثلا دورات تطويريه تحاول تطور عندنا دورات تدريبيه ودورات تحكيميه نعم
هسه عندنا دورة تدريبية راح أصير بزافر. نعم، يعني هذا يقدر تنبي من قدرات المدرب ويطلع على آخر تحديثات اللعبة. نعم نعم، يطلع على الشغلات الحديثة اللي صارت من قبل الاتحاد الدولي، سواء يعني مثل ايش النقاط المهمة بالتحكيم اللي تصير الدورات التحكيمية، يركزون على ايش؟ على النزول، على الحركة اللي تصير بالبنج وما بنج، الحركة اللي يكون نايف تحيده لا يرفع رجله لا يتحرك بالرفعة، هاي دورات تحكيمية. أما الدورات التدريبية تصير يسقلون المدربين ينطون فكرة تدريبية علمية، ينطون فكرة بالنسبة للتناسب، النسبة المئوية، استقل موهوته الذهنية بالتدريب، ينطوك فيه شغلات تحفيزية حتى يتعلم. سؤال أخير، إيش يعني أكون دور المنشطات بهاللعبة؟ صراحة المنشطات هي تجي من بعد المكملات. الرياضي نحن نحكيها عامة، الرياضي الجيد الناجح يختار مدرب ناجح، روتين، والمنشط يجي من بعد. اللي ليش؟ لأن هاي مرحلة سلسلة. يعني أكو منشط مسموح بيه؟ أكو علمياً، أكو بعض المنشطات مسموح بيها في ليش تأخذها في حالة تتمرن من بعد التمرين تتركها، تعتمد على البروتينات وعلى المواضيات. نعم، يعني هي مسموح بيها. مسموح، أكو بعض أكو يعني شغلات بسيطة. نعم. نأخذها يأخذوها بعض اللاعب يتطور بيها. بس أنا ما من النوع اللي أنصح اللاعب أن يستمر بالمنشطات. نعم. لأن بيها سلبيات وبيها إيجابيات. الكابتن بلال خليل مدرب منتخب محافظة نيدا وليربول بدري، شكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا سعيد على رأي شرفنا بحضورك. بطل آسيا ولاعب المنتخب الوطني العراقي للقوة البدنية الكابتن عبد الحسيب بس ما فيصل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ، نورتنا. سعيد بتواجدك معي كابتن عبد الحسيب. قبل ما نروح لأسئلة البرنامج، نعم، تحدث لي عن دخولك إلى مجال هاي اللعبة. يعني منو اللي نصحك؟ أنت صح الوالد هو بالقوة البدنية، ولكن أنت تأثرت بيه و يعني عجبتك اللعبة ودخلت. والله هو اكيد انه احنا كعائليه عائله رياضيه، انه اتاثر انه خاصه بوالدي كبطل دولي وعمامي عندي ابطال يعني دوليين وعراقيين، فاندفعت يعني لهذا الشيء انه ادخل بطولات يصير لاعب منتخب، يعني اصل امثل العراق بمحافل دوليه وخاصه محافظتك ومحافظه نينوى امثلها في محافل دوليه، والحمد لله يعني قدرت على هذا الشيء. صح انه تواجه صعوبات بالتمارين بالبدايه. يا عمر دخلت؟ كان عمري 18 سنة. نعم. كانت بداياتي من هذا الأمور، من فئة الناشئين، وبعدين انتقلت فئة الشباب، وبعدين فئة المتقدمين. تدرجت باللعبة. بالضبط، تدرجياً شوية شوية إنه ما نوصل. نعم. تحدث عن أول بطولة لك. أول بطولة شاركت هي بطولة عراق. نعم. كانت ب 2018 بالحلة. والحمد لله أول بطولة لي هي هاي شاركتها، أحرزت المركز الأول. نعم. وكان المنافس لي بطل آسيوي. الحمد لله غلبته. وبوزن حصلت المركز الاول. على اثر هذه البطوله ترشحت الى بطوله اسيا، يعني سحبت المنتخب الوطني. بالضبط، سحبت المنتخب الوطني، ترشحت لبطوله اسيا المقامه بدبي بالامارات. نعم، الحمد لله تنافست بالبطوله حصلت على المركز الاول. نعم. تحدث عن بطوله اسيا في الامارات، يعني مشاركه كم دوله شاركه؟ منافسينك منو كانوا؟ كانوا موجودين منافسين من اوكرانيا عندها، كانوا الامارات منتخب. نعم. الاماراتي عديد من قريب انه 14 جوله مشاركه من اسيويه وافريقيه كلهم مجموعه كامله. نعم، حصلت على المركز الاول. الحمد لله حصلت على المركز الاول بجداره. نعم، وميداليه ذهبيه محصله. جيد. البطولات اللاحقه، يعني اللاحقه انه من رجعتها مشاركه بطوله انديه العراق بين الانديه بنادي وثلث نادي الاتصالات الرياضي، حصلت على المركز الاول. نعم، وبعدها ترشحت الى بطوله العرب الاوبرا العربيه بالمغرب المقامه في المغرب. نعم. وايضا شاركت فيها، كانوا منافسين من ليبيا من اليمن، فحصلت الحمد لله مركز الاول هم مجداره. نعم.
كابتن عبد الحسيب، اكيد يعني هاي الرياضه تحتاج الى مقومات. نعم. يعني تحتاج الى انه تشتغل على نفسك، وتحتاج الى تغذيه معينه، تحتاج الى امور كثيره حتى تصل الى مرحله البطوله. هي انت عندك بالشيء الاهم اي شيء هو عندك التغذيه، الاكل، انه لازم تهتم باكلك من كربوهيدرات، بروتين، سعرات حراريه عاليه، لان القوه البدنيه تحتاج اوزان عاليه. نعم. فتحتاج تدخل لازم سعرات حراريه عاليه حتى تقدر تدفع اوزان. ويلحق ثاني شغلات المكملات الغذائيه، هي بالاساس مثل مشروبات الطاقه، البروتين، الاحماض الامينيه، الكرياتين، هاي الشغلات اللي بناءه اللي تبني اللاعب وتفيده انه هذا الشيء، ونفس الوقت مسموح به دوليا ما يحصلون اي شيء. نعم. فيعني من الاشياء المهمه اللي لازم اي لاعب قوه بدنيه او كمال الشان يستخدمها. يعني انا الاحظ كل اللي يمارسون اللعبه عندهم اكتاف، يعني كانه لاعب بناء اجسام. يعني انت هم ايضا لازم تشتغل بناء العضلات، مهم؟ طبعا اكيد، لان انت من تكون البنيه العضليه تصعد البنيه العضليه كحجم عضلي راح يصير عنده قوه بالتحمل بالاوزان، وخاصه هاي تاتي عند التكرارات القليله والاوزان العاليه، فيكون له حجم عضلي اكثر وتحميل للاوزان اعلى. نعم. المكملات الغذائيه يعني نعم ياكل فيها مكملات غذائيه حاله حال بناء الاجسام؟ هي طبعا انه بس انه تختلف شنو؟ انت حسب كل لعبه وهدفك، لان انت تتحكم بالسعرات الحراريه اللي تدخلها الجسم. اذا كنت سواء بناء اجسام تحتاج سعرات حراريه اللي يحتاجها يومك، ما تضيف اكثر في سبيل تصعيد الحجم العضلي، تقليل الدهون نفس الوقت. بس عندك بالقوه البدنيه ما تهتم انه مظهر الجسم، انه يهتم اكثر شيء بالاوزان العاليه بالدفع، هاي انه اهم انه منظر الجسم، بس اهم شيء انه الاوزان يسويها اوزان عاليه، وتعتمد يعني على القوه العضليه اكثر. يعني شيء جيد انه اللاعب يكون عنده ثقافه ايضا، ثقافه رياضيه في مجال اللعبه، يعني يعرف شيء اللي يفيده وشيء اللي يضره. اكيد اكيد، هو اول شيء انه لازم انه ابتعد عن الهرمونات، او سواء استخدامه يكون تحت اشراف دكتور او طبيب او مدرب يكون يفتهم بهذه الامور، يعني مو انه اي شخص يجي يستخدم وما يعرف انه استخدامه ويخربط هذا الشيء، فهذا الشيء غلط. نعم. يعني سلبيات. نعم. كسنه كبطل اسيا رايك؟ نعم. هاي البطوله اللي اقيمت يعني شاهدت اكو خامات ممكن ان يكون طبعاً. مثل عبد الحسيب يوم اليوم. اكيد اكيد، نعم يوجد لدينا خامات رياضيه وما شاء الله جميع الفئات من فئه ناشئين شباب متقدمين، وعلى اثر هاي البطوله راح يختارون يمثلون انديه العراق. نعم. كل لاعب وزنه ورفعاته ومنافسه بيناتهم، شنو النشاطات اكثر وتمثيل محافظه نينوى بالباقي مع المنتخبات الوطنيه. نعم. حاولت تدخل دورات مثلا تدريبيه او بعد تطور من نفسك مثلا بعد؟ أكيد. ولو انت شاب بعدك ممكن تشارك ببطولات خاصه. اكيد اكيد، دخلنا دورات تدريبيه. يعني هسه انت ملم بالتدريب؟ نعم، دخلنا دورات تدريبيه عن طريق قامه الاتحاد العراقي المركزي، يقيم كل بين فتره سنويا دورة أو دورتين تدريبية ولها درجات يعني معينة، فندخل هاي الدورة التدريبية على مود أن تحصل شهادة تدريبية معترف بها. عبد الحسيب حققت طموحاتك أنت لو بعد أكو طموحات مؤجلة وأمنيات مؤجلة؟ يعني الحمد لله لي حد الآن فضل الله تعالى وفضل والدي لأمه هو الداعمني يعني بالأساس بالرياضة، يعني انه بقالي انه بطوله عالم ان شاء الله نحققها ونختمها بطوله العالم ان شاء الله. يعني هذا تخليها كهدف قادم ان شاء الله. طبعا لان انا حصلت مركز اول العراق، مركز اول اسيا، مركز اول العرب. نعم. بقالي بطوله العالم وان شاء الله مع الايام وتساهيل صدق. لو اسالك شنو اللي استفاديته من رياضه القوه البدنيه؟ والله هو كرياضه اولا استفاديت ماديه؟ ما بس هاي شغله استاذ ماديه، انه اهم شيء انت برغبتك. نعم. انه تنظر للامور الماديه شيء ثاني. نعم. انت من تجي على مثلا انه ماديا واريد انه فلان، لا هذا الشيء ما راح يحقق. صح جيد. بس انه انت جاي برغبتك طموحك، بالعكس انت اللي راح تصرف، انت اللي راح تتعب، بس شنو اكو شيء انه بداخلك انه انت شيء سويته. وتمثل هذا بلدك اهم شيء. يعني. امثل بلدي والحمد لله انعزف بسلام الجمهوري اكثر من مره، هذا الشيء يعني يكفي. هذا انه داخلي انه يكفي انه سويت هذا الشيء، رفعت اسم والدي، اسم عائلتي كعائله رياضيه، كعائله يعني معروفه معي. عبد الحسيب انت رحت لاكثر من دوله. اكيد. حتما شاهدت البنى التحتيه والمنشات الرياضيه للدول. اكيد. واحنا ايضا لو عملنا وجه مقارنه. بل. يعني الفرق بيننا وبينهم شنو؟ يوجد يعني فروقات كبيرة من ناحية يعني الأندية الرياضية كدعم مالي أكثر، كتوجيهات أعلى، تدريبات
اكثر وملاحظين اللاعبين اكثر يعني اليوم من عندنا هنا. والقاعات الرياضيه طبعا تختلف لان يعني دعم رياضي، وهنا اكثر الاوقات يعني الدعم يكون خاص ومجموعه من الناس اللي يدعمون هذا الشيء محبين للرياضه فيدعمون اللعبه. بكلمه اخيره لمن توجه شكرك وتقديرك ومن اللي له الفضل عليك يعني. والله كلمه تقديريه وشكر وتقدير لوالدي طبعا، هذا بالاساس والدي عثمان فيصل المدرب منتخب وطن اللي هو يعني فضل الله فضله ووصلت لهذه المرحله، والعائلتي طبعا خاصة كلهم اللي وقفوا لي ودعموني وما قصروا. أوجه كل ما لك ولقناتكم الكريمة على هذه التغطية الجميلة وحضوركم الرائع في البطولة. شكرا جزيلا لك الكابتن عبد الحسيب. شكرك استاذ فيصل لاعب منتخب العراق وايضا بطل من ابطال اسيا. الله يحفظك. اشكرك استاذ. شكرا لك. مشاهدينا الكرام بأحد اللاعبين الناشئين في القوة البدنية في منتخب محافظة دينا والكابتن ياسين عرب. أجراسي سالم. وعليكم السلام ورحمة الله. كابتن ياسين حدثت شو وقت دخلت مجال القوة البدنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت مجال القوة البدنية 2019. نعم. وشاركت 3 بطولات، البطولة الثالثة إن شاء الله. أنت أول مرة ليش دخلت في هاي؟ رياضة حلوة حبيتها الرياضة وبيها قوة وبيها قوة ونشاط. نعم. وتبعدك عن الأشياء السلبية. زين لو تحدث عن أرقامك إيش قد ترفع حاليا؟ البنج بريس 110. نعم. والسحب 140 والدبني 130. أي أي فعاليات أنت أقوى بيهم يعني؟ السحب. السحب؟ السحب. نعم. يعني خلال هالأربع سنوات شو طورت نفسك؟ يعني المدربين اللي اشرفوا عليه؟ المدرب اشرف علي والدي محمد عربو. نعم. الدكتور محمد عربو وبعض المدربين مثل ساب بسلان ورئيس الاتحاد مدرب المنتخب المحافظة 2 هو. نعم. واشكر كل الاتحاد. البطولات اللي شاركت بيها؟ شاركت بيها بطولة محافظة مركز اول بالقوة البدنية، بطولة محافظة للبنجي بريس مركز الثاني، وان شاء الله البطولة الثالثة. نعم. وسب البطولة ايش حصلت؟ بعد ما طلعت النتائج بس ان شاء الله المركز الاول. تنتظر دورك يعني. ان شاء الله. نعم. زين يعني تقييمك للرياضه بالمحافظه شلون؟ يعني الرياضه بيها اقبال وبيها الرياضه اكثر من رائعه وبيها خامات ممتازه. نعم. بسبب جهود الاتحاد واعضاء اللجنه والمدربين. نعم. زين طموحك وين تصل في اللعبه عندك؟ ان شاء الله بطوله عراق وبطوله عرب. يعني تصل للمنتخب الوطني. ان شاء الله. نعم. يعني لو تحدث ايضا عن الجوانب الاخرى، تشتغل انت على نفسك، تطور نفسك مثلا؟ طبعا يعني ما عدا الكورسات اللي يعطيك اياها المدرب مثلا الوحدات التدريبيه، بوحدك تتمرن؟ طبعا بس همني باشراف المدرب معايا. نعم. زين هاي تحتاج ايضا الى غذاء وتحتاج الى طبعا اذا الى غذاء تطبخه يعني. تمام طبعا. نعم. غذاء ونوم واكل صحي لازم. نعم. هو الفضل عليك؟ والدي. اللاعب اللي متأثر بيه بهاللعبه؟ والله عده لواعيب. منو؟ اللاعب الكابتن سحب لنا هذيك البطوله 310 متأثر بهذا اللاعب. نعم متأثر بيه يعني. ايه. زين كلمه اخيره شو تقول للشباب اللي مثلك اللي يحبون هاي الرياضه؟ اقول للشباب انه يتقدمون على الرياضه واي رياضه اخرى ما الا هاي الرياضه حتى يبتعدون عن الاشياء السلبيه اللي تضرهم ويبتعدون عن الكافتريات والاشياء السلبيه. نعم. شكرا جزيلا لك الكابتن ياسين عربو. تاج راسي كابتن. تواجدك معنا. شكرا على لك. على راسي كابتن. مشاهدينا الاعزاء بعد ما سلطنا الاضواء على
بطولة القوة البدنية في محافظة نينوى بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية لهذه الرياضة التي بدأت تنتشر سريعا في محافظة نينوى. تحدثنا مع المدربين ومع القائمين على هذه الرياضة ومع اللاعبين. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج الملعب. ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى اللقاء.